كان هناك في نقطة في غاية الأهمية، وهي اختيار مرشح الرئاسة المستقبلي للاتحاد البرلماني الدولي، والدور هو على دول أمريكا اللاتينية، وهناك مرشحتين، وبناء أيضا على اقتراح كويتي تمت الموافقة عليه في المجموعة العربية وفي المجموعة الإسلامية، بأن يتم الاجتماع مع المرشحتين وعرض القضايا الإسلامية والعربية المهمة، وتبيان مدى التزام المرشحين بهذه القضايا، وبناء عليه سوف نقرر التصويت كوحدة واحدة في المجموعة الإسلامية وفي المجموعة العربية، وبالتنسيق أيضا مع المجموعة الإفريقية على الشخص الأقرب لهذه القضايا.